بيعتمد استخدام في جو الامارات محترم جدا جدا. بس انا عايز اقول للي منزل القايمه، انت مش مظبوط. هي المفروض عايز اخد دكتوره شيف الفار احتمال، احتمال ما اخدش عليها مقلب بس. لا اقعد يا استاذ علاء، مفيش حد يقف في القايمه. رجعت ورا شويه المفروض اخد احمد جمال، المفروض اخد ايهاب الفولي. فاللي نزل ده عيب، اللي نزل ده عيب. احنا مجموعه نزلت الاساسيين متفق عليهم، وفي هيبقى في مكان لاي حد هناخده من دول. فاللي نزل بقى اصل مش عارف مين ومين، ده مش مظبوط، ده بني ادم غير منضبط وغير يعني مش مسؤول، وانا عارف هو مين وهيتحاسب لانه غير امين. احنا طبعا نائب سياده المحافظ السابق ابتدى بحضرتك، عرف نفسك وتاريخك. طبعا انا شرفني ان انا اعمل مع الشيخ مصطفى منصور في هذا النادي العريق. انا زملكاوي من يوم ما اتولدت، واحنا زملكاويه كلنا، العيله كلها بالكامل. انا خريج كليه فنيه عسكريه، وكنت الاول على الدفعه 5 فنيه عسكريه، وحصلت على الدكتوراه في الهندسه الكيميائيه من تشيكوسلوفاكيا، ثم رجعت استاذ في كليه فنيه عسكريه وخدمت اللي هو 15 سنه لغايه سنه 2009. ثم الانتاج الحربي رئيس مجلس اداره مركز التميز والانتاج الحربي، ثم محافظ البحيره، وبعد ذلك رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للتنميه الزراعيه والريفيه. ويعني املي ان احنا نلتقي بنادي الزمالك ونستمر في رقيه. والزمالك نادي عريق ونادي فعلا وطني وعريق جدا جدا. ويعني يكفي فتره الشيخ مصطفى منصور الزمالك رجع تاني برونقه، وان شاء الله يعني ندعو الله ان يساعدنا ان احنا نستمر في ما تم عمله سابقا، والنادي يبقى فعلا من احسن النوادي في مصر رياضيا واخلاقيا ويعني تنمويا. وان شاء الله يعني يبقى ايد واحده كلنا مع بعض لصالح هذا النادي ولصالح مصر ولصالح الرياضه عامه في مصر كلها ان شاء الله. ربنا يوفقنا يا رب. على مقعد الاستاذ خالد لطيف، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خالد ابراهيم محمد لطيف، بكالوريوس اداره اعمال، جاي جدا مع مرتبه الشرف 94 قسم اداره بنوك، اعلامي ويعني حفيد الكابتن محمد لطيف وابن الكابتن محمد لطيف وعضو مجلس اداره تحت السن، ليا الشرف طبعا مع سياده المستشار مرتضى سواء تحت السن او فوق السن، دورتين مجلس اداره نادي الزمالك، دورتين مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة القدم، إعلامي في أون تايم سبورتس، ومحاسب وخريج سنة 94. أمين صندوق. سيادة اللواء. اللواء دكتور. طبعاً سيادة المحافظ اللواء دكتور. أنتوا سمعتوا اللواء دكتور مين؟ صفاكي. اللواء لا تلميذي. تفضل. تفضل يا اللواء دكتور مهندس علاء ناجي، خريج كليه الفنيه العسكريه، كنت من اول دفعتي الحمد لله، وكنت معيد في الكليه الفنيه وبعد كده معيد في الكليه الجويه، وسافرت دكتوراه خارج البلاد، وكنت من اللي شرفوا مصر بره اثناء الدراسه الحمد لله، كنا جبنا نتائج كويسه، وبعد كده كملنا في سلاح القوات الجويه ولحد ما طلعنا للتقاعد. اتشرفت بعديها لدخولي مجلس النواب، اللي كنت رئيس قطاع الرئاسي هناك لمدة 5 سنوات، ودلوقتي حاليا في اعرق شركات القديمه رئيس مجلس ادارتها والعضو المنتدب من شركه اهل الغزال المحفوظه في التطور اللي بيحصل فيها، وان شاء الله يكون خير. اول حاجه برضو حاجه لازم اقولها، اشكر الله سبحانه وتعالى ان يعني اللي اتشرفت ان اكون موجود تحت قياده المعالي المستشار وباقي الزملاء، وان شاء الله نحقق معاه كل ما هو مخطط له وشرحه لنا مسبقا قبل ما نتقدم. يعني
واشكر معاكم اول سنه. اتفضل اشكر. خدت النادي الرحمن الرحيم. بداية شرف ليا لكل منضم لقائمة المستشار مرتضى منصور اللي عاد للزمالك هيبته ووضعه. أنا سليمان وهداني حصل فلوس تجارة دبلوم اقتصاد علوم سياسية وكيل لمجلس النواب من 2015 حتى 2020 رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد في داخل البرلمان الرئيس الشرفي لحزب الوفد عضو في الهيئة العليا لحزب الوفد لدورتين رئيس المجلس المحلي لضحايا الضواحي من 23 سنة في محافظة بورسعيد. أتمنى طبعا التوفيق لكل السادة الأخوة الموجودين والرقي لنادي الزمالك والتقدم في ظل المجموعة الموجودة برئاسة المستشار مرتضى منصور. أكيد كابتن جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر ربنا سبحانه وتعالى ثم سيادة المستشار مرتضى منصور. الراجل ده دخلني النادي ثلاث مرات كل ما يمسك يدخلني النادي لان كل الناس ما كانتش بتعرف تدخلني النادي 2005 و2016 ودلوقتي. وبشكره طبعا على الثقه الجميله دي. يمكن انا عايز ارد ربع الجميل اللي عليا من نادي الزمالك. انا اشتغلت في نادي الزمالك ثلاث مرات متطوع دلوقتي برضو مجلس إدارة متطوع لأني عايز أرد اللي عمله فيا لأن جيت نادي الزمالك بعكازات ونادي الزمالك فتح لي صدره وقلبه وأنا من صغري طبعا زملكاوي أنتوا عارفين يعني الأستاذ محمود معروف كتب أو زملكاوي يلعب النادي الأهلي أول ماتش لعبه مع النادي الأهلي. فعشان كده أنا بشكر سيادة المستشار. وطبعا أنتوا عارفين بعد الإصابة كان في إرادة إن أنا أوصل رقم واحد في مصر الحمد لله بقيت كابتن مصر في كأس العالم 90 طبعا الجليل ما يتعوضش ومع نادي الزمالك الحمد لله رب العالمين 4 دوري واثنين كاس وثلاثة افريقيا وواحد افراسيوي الحمد لله خدنا بطولات كتيره وان شاء الله باذن الله تكمل طبعا وربنا يوفق المجموعه. وسيادة المستشار بشكرك وبشكركم. الله على الامان. أنا اللي هو على ما أعرفش عشان الناس يسمعك اللي هو على ماذا ماشي علي صوتك حبيبي اللي هو على ماذا فديك كبير الشرطة صمت حقوق بكريوس الشرطة ترتيبك ترتيبي ترتيبي من أوائل الكلية السابعة على الكلية أول ما تعينت في اسم مصر جديدة. أخوك كان مشغال إيه لما أنت كنت في الكلية؟ أخويا كان مدرس لسه متخرج. يا راجل يا مشوار نص عليك. لا يا رايح اتفضل. اشتغلت في اسم مصر جديدة أول ما تعينت عشان في 50 لا أكلم الناس ما كلمنيش أنا خايف من سيادتك. لا 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 ما تخافش سامر غاز منك بس كمل. طبعا اشتغلت في بحث القاهرة الملازم للواء وبعد كده رحت الامن العام. اشتغلت في الامن العام قول للناس عشان يبقى في تاريخ. ما انا في الامن العام معروف رئيس الامن العام في المنيا ومساعد مدير بحث الوزاره لشمال الصعيد فتره الارهاب في الايوبيه. وكان ليا بقى الشرف ان انا اكون مع المستشار مرتضى منصور. انا عايز اقول حاجه طبعا يعني انا حضرت مع مجالس كتير لكن اللي عمله الاستاذ المستشار مرتضى منصور مش ممكن اي مخلوق على وجه الارض يقدر يعمل اللي هو عمله. دي دعايه. لا مش دعايه. معلش لا يا عمي عشان خاطري. طيب. اقلب دي بلاش دي. انا عايز اخد اعرف انت نفسك. طيب اخر مكان اشتغلت فيه. كان ليا الشرف ان انا اشتغل قول لهم اخر مكان كنت فين. مساعد مش عارف الالوبيه تحت مدار الالوبيه. طيب قول لهم الناس هتعرف تاريخك تحت مدار الاوروبيه ممكن كلهم عارفين. لا مش كلهم عارفين الناس ملايين مش عارفين. اللي انا برضه عايز ااكد عليه والمستشار هيزعل مني ما حدش في 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 العالم يقدر يدير نادي الزمالك. يا عم مش عايزين دعايه خليك في نفسك انت معانا من فضلك. احنا قلنا ممنوع الدعايه. مش دعايه رئيس ما بدأناش بالدعايه. طبعا كان لي الشرف اشتغلت طبعا في نادي الزمالك فتره طويله وكنت متطوع
والاستاذ مرتضى منصور هو اللي جابني عضو مجلس اداره، وهو اللي جابني برضه المره دي عضو مجلس اداره، ودي انا شايلها له يعني ربنا اعلم، وربنا يا رب يخليه لينا ويخليه لنا. شكرا. شكرا.